بيجيش مع الهدف الخمس مرات يعني النهارده مع الخامس ان شاء الله يستمر باستمرار لان الكلمه كونتينيوس مينز نون ستوب احنا مش هنعمل بيت فيريفيكيشن مثلا شويه وبعد كده نبطل لانه طول ما احنا عايشين فهناك جديد في الطب وجديد في العلم وبالتالي احنا لازم نواكب هذا الجديد او لا. من ضمن الجديد هي اللي انا كلمتكم في الاجنده بتاعتي عن الديفينيشنز والنون دايريتنج تريتمنت والسي اي اللي هو الكونتراست انديوسنج بروبرتي جايد لاينز ثم الدايريتنج تريتمنت بتاع الاكيوت كيدني انجري. حضراتكم يمكن في المحاضرات اللي فاتت عرفتوا ان هناك فرق ما بين التعريفات الـ AKI والـ CKD والـ Acute Kidney Disease وكل واحد فيهم له تعريف. الـ AKI الرف التعريف اللي كان بيستخدم من فترات طويلة هو increase in serum creatinine by 50% within 7 days or increase in serum creatinine by 0.3 within 2 days or oligomy. ابتدى يبقى فيه نوع من الانتر او الاوفرلاب ما بين التعريفات فبقى في حاجه اسمها ان الاي كي اي هو سبسيت من الاكيوت كيدني ديزيز وان ده ممكن على خلاف ما كنا ما بنتصور انه توتالي ريفرسبل ان ممكن جزء منهم يكمل بعد كده ويخش ويلامس الكرونيك كيدني ديزيز يعني ما از نوت توتالي ريفرسبل وبالتالي انه الدامج اللي هيحصل في الكيدني بيبقى من درجات مختلفة increased risk damage failure وقد ينتهي لا قدر الله بس وعشان كده ابتدوا يعملوا classifications مختلفة اسمها الرايفل كرايتيريا اللي هي بتشمل الكلام اللي انا قلته ده او الاكيد كرايتيريا اللي هي بتبقى ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 وما بين الاكيد اللي هي ثلاثة ستيجز والرايفل اللي هو ريسك وانجري وفيلير ولوس واند ستيج رينال ديزيز ممكن المريض الواحد يتحط في ديفرنت كلاسيفيكيشن يعني يكون عليه اكيم 2 لكن رايفل مثلا لوس الدرجه الرابعه فمش الدنيا مش ماشيه ب 100% لكن احنا في النهايه بنقول انه يمكن معظم البيشنتس دول مش كلهم يهتموا دايركت تريتمنت النون دايركت تريتمنت بيبقى معتمد شويه على حاجات معينه منها اننا نشوف اذا كان العيان عنده هايبوفوليميا ولا هايبرفوليميا ودايما الهايبوفوليميا مثلا بيكون مور فوليوم ريسبونس والهايبرفوليميا القصه بتاعته هتبقى اصعب شويه لان انت اوريدي مش هتعرف تصلح عن طريق الفلويد لود وانه هناك بايو ماركرز كتيرة قبل ما يحصل الكيدني فيلير اللي انت بتقيسه بالمؤشرات بتاعت الكيدني فانكشن تيست فهناك ايرلير بايو ماركرز كتيرة جدا يمكن اتقالت في المحاضرات زي الانجال وغيره واللي هي ممكن تلقط بيها الدنيا بدري شوية وطبعا المورتاليتي ويندو واسعة شوية ما بين الايرلي كيسز والليتر كيسز النون دايركتد مانجمنت بيعتمد اساسا على الفلويد ريسسيتيشن والاكسبيرينس دي عرفوها من الحروب ان هم لقوا الناس في الحروب اللي كانوا بيدوهم رابيد فلويد ريسسيتيشن في حرب كوريا سوري سلو فلويد ريسسيتيشن في حرب كوريا كان المورتاليتي من الاكيوت كيدني انجري فيهم عاليه جدا لما ابتدوا يتلافوا الامريكان الكلام ده في حرب فيتنام اللي هي بعدها بعده سنوات وبالتالي اي حد يجي له هايبوفوليميا يدوا له على طول اي فلويدز الانسيدنس بتاع الاكيوت كيدني انجري ده بقى ايه؟ فهم they got it by experience by lessons يعني. السؤال هنا يا ترى ندي البومين يوز في الكريتيكال ايل ولا لا؟ هنا انا بتكلم في المحاضره دي عن الجايد لاينز فهنقول الجايد لاينز بتقول ايه؟ الجايد لاينز بتقول ان انا هدي كريتيكال ايل اند سبتك بيشنت يعني لو كان في سبسس والسؤال هل ادي البومين ولا ادي سلايم والحقيقه الجايد لاين هنا بيقول ذا ابسس اوف هيموراجيك شوك وي سجست
using isotonic crystalloid rather than colloid. يعني هنا البداية هتكون بالسلاينر. As initial management for expansion of intravascular volume in patient at risk of AKI or with evidence بتاعها too. لكن الحقيقة الكيديو جايدلاين ده is missing an important aspect. انه هنا كان ابتدى بعدها بعدة سنوات يتعمل a big study عن comparison بتاع الالبوم والسلاين في الانتنسيف كير يونت على اكثر من 6000 عيان. ولقوا انه relative risk of death بيبقى ارجوه لمعظم الستاديز شبه بعض ان هو تقريبا السلاين والالبومين شبه بعض مفيش حد فيهم better than the other. لكن في ستادي هنا مهم قوي قالك ان لو العيان عنده severe sepsis استفادته بالالبومين هتكون ايه اكتر. يعني العيان acute kidney injury في السيف ستادي دي اثبت ان هو لو لقيته البومين يبقى السرفايفل بتاعه احسن من لو لقيته مسرع. فبالتالي ابتدوا يدخلوا الالبومين في الريكومنديشنز بتاعته. And this was what was the key ego missing في اول سيف ستادي تاني برضه. وابتدى يبقى البومين يوز اسبتيك بيشنت هايستوليك كريستالويد فور انيشال مانجمنت فور اكسبانشن اوف انترافاسكولار فوليوم. Welcome to severe sepsis and septic shock when the patient requires substantial amounts of crystalloids. Albumin كمان is a part of the initial volume replacement. لو العيان عنده low serum albumin أقل من 2 أو في ناس بتقولوا أقل من 2 يبقى دي كريتيريا نبتدي فيها albumin في الأكل كيميائي. ابتدى recently يطلع papers ثانية في 2018 والحقيقه في الامريكان سوسايتي اوف نيفرولوجي الاخير اللي هو لسه خالص من اول امبارح تقريبا كان في برضه استادي متقدمه. طبعا انا ما رحتش بس شفتها على ايه على البروجرام على الكومباريزون بتوين الكريستالويد فيرسس يعني الاذر بالانس كريستالويد فيرسس سلاين ان ذا كريتيكال ايل ادرس. ودي اتعملت على حوالي 15000 عيان و فولود فايت انتنسيف كير فاوند بالانس كريستالويد اللي هو عباره عن لاكتيت بريكر سولوشن او بلازما لايت اي كانوا احسن من الايزوتونيك سلاين. والكومبوزيت اوت كام واز ذا ديث في خلال شهر او نيد فور نيو رينا ريبليسمنت ثيرابي او بيرسيستنت رينا فانكشن. فبالتالي لو انت اديت الاكتيت بريكر او بلازما لايت ده هيبقى احسن من اعطاء السلاين. دي اتعمل و اتنشر تحقيقها في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن وما زالت هي حديث الساعه في الامريكان سوسايتي اوف نيفرولوجي. وده الكيرف اللي مبين الناس اللي خدوا البالانس كريستالويد فيرسس الناس اللي خدوا السلاين. وزي ما حضراتكم شايفين في فرق كبير في البروجنوزز بين الجروبس. دي برضو انذر ستادي اتنشرت في وقت مقارب بالانس كريستالويد فيرسس سلاين النون كريتيكال ايه يعني اللي فاتت دي كانت الكريتيكال ايه دي النون كريتيكال ايه يعني حتى لو انت مش كريتيكال ايه قوي كانت على 13000 يعني عدد اقل شويه برضه كومبيرد الاكيتونيك سلاين مع البالانس كريستالويد وكانت الكونكلوجن انه البالانس كريستالويد تبقى احسن شويه. زي ما حضراتكم شايفين الكيرف بتاع البالانس كريستالويد في المورتاليتي اهو اللي هو ناحيه الشمال دي بتقول ان الاوتس ريشيو هنا فور اكيوت كيدني انجري او فور ميجور ادفيرس ايفنتس كانت احسن في الناس اللي خدوا بالانس كريستال. فما يعني احنا يبقى الكونكلوجن بتاعتنا لحد دلوقتي ندي قلب للي عندهم سيفير سبسس او سيرم البوم بتاعهم اقل من 2 وهندي بالانس كريستالويد احسن من ايزوتونيك سلاين في معظم العيانين. طيب هل في اذر لاينز ممكن في بروف او جايد لاينز عليهم؟ طبعا الفازو بريسوس وحضراتكم بتشوفوا زمايلكم في الاي سي يو او يمكن بعضكم بيشتغل في الاي سي يو فبيستخدموا دايما الفازو بريسور ان كونجكشن ويز فلويد بيشنت ويز فازو موتور شوك ويز اور ات ريسك فور اكيوت كيدني انجري والايفيدنس بتاعها از 1 سي يعني بيروحوا حاطين العين على ديفات او على اي فازو بريسورس علشان واحنا كان عندنا كابريشن كالفرولوجيز زمان انه لما بيعملوا كده هم بيبوظوا كده. لكن هو الفكره انه الرينال بيرفيوجن از ا بارت اوف السيستميك بيرفيوجن فهو لما يرفع ضغط العيان ما هو حاسين لك برضه كميه الدم اللي رايحه للكلى مش كده؟ فسكتنا ما بقيناش ايه؟ ما
بنتخانق معاهم لما يدوا نوع من يعني بقينا نقول ماشي ده النوع ده انت كده حسنت الحل العام. والإيفيدنس فعلا از 1 سي يعني it is important. و اهم حاجه هنا هي المينتيننج الهيمودايناميك والاكسجينيشن بارامتر لان هو ده اللي بيخلي يحصل ويحصل. بعدين المهم كمان الجلايسيميك كنترول ان كريتيكال بيشنت ويز تشيست انسولين ثيرابي تارجتنج بلازما جلوكوز 110 ل 149 يعني ما تحطيش الجلوكوز تخليه فوق ال 110 لان الهايبوجلايسيميا هنا هتزود لنا الانسولين ولا تسيبه عالي قوي عشان الدنيا ما تتقطعش. وي سجست اشيفينج توتال انرجي انتيك اوف 30 كيلو كالوري ان بيشنت ويز اني ستيج يعني ما فيش حاجه اسمها انك تعمل له دايت ريستريكشن عنيف وهو عنده اكيوت كيدني ايشو. Providing nutritional preferential vitamins in the intral route أحسن من البارنترال. يعني لو العين يقدر يبلع يبقى إيه؟ الانترال أحسن من البارنترال أكيد. وأفويد ريستريكشن أوف بروتين انتيك زي ما قلنا وسجست أدمنستريشن أوف 0.8 to 1 جرام أوف بروتين بير داي ولو العين ابتدى يبقى أون دياليسيس ممكن توصل لماكسيمم أوف 1.7 يعني ممكن تعلي كمان إيه في الكونتينيوس كيبيس. Not using diuretic to prevent acute kidney injury. دي نقطة مهمة لأن تلاقي العيان لسه في الأشهر والناس قاعدة تجيله إيه؟ في لوب diuretic. فهو طبعاً الريكومنديشن هنا 1B don't use. Not using to treat AKI except in the management of volume of fluid. يعني لو كان العيان فعلاً عنده volume of fluid ماشي هتبقى part of the management بس this is not a treatment لأنه لما تقارنوا الـ effect of pyrazamide في يعني الناس اللي هو الاثنين ان فيفر اوف يوزامايد فيرسس ان نان فيفر تشوف الستادز تلاقي الكفه تحت النان فيفر اكبر من الناس. وي ريكومند نوت يوزنج لو دوز دوبامين تو بريفنت اور تريت اي كي اي ودي كانت الموضه عند النفرولوجيست ان انا ندي لو دوز اوف دوبامين مش كده؟ بالتالي بطلت الموضه دي ما بقاش حد بيعملها وده الايفيدنس بتاعها بص 1 اي يعني ده سعالي قوي اللي هو مش ما تستعمل ما تعملوش كده يعني. We suggest not using phenoglopan to prevent or treat AKI برضه كان في وقت من الاوقات طرقه دي ما طلعهاش ايفيدنس. We suggest not using ethical natriuretic peptide to prevent AKI. كان في وقت من الاوقات برضه ريسيرش اكتر هي ما نزلش قوي كدواء ethical natriuretic peptide ما سببش ان هو فعال. Recommend not using recombinant human erythropoietin. كان في بيبر من كام سنة تريكس صلح كل حاجة في الدنيا بما فيها الأكيوت كيدني إنجري. فطبعا دلوقتي بقى في ويف مضافة إن إيه ابتدوا يدوروا على أدوية أورال اللي بتصلح الأنيميا وابتدوا يركنوا التريكس فبقت الموضة بتاعت التريكس أو الإريثروبويتين بتصلح كل حاجة ابتدت تفيد أوي. لكن في وسط الموجة القديمة كانوا في وقت الأوقات قالوا إن هو كمان هيصلح طبعا ده ما سببش الكومنت نوت يوزنج ريثروبوت. بالنسبه للكونتراست ديوز للنفروباثي اسس ذا ريسك ان بارتيكولار سكرين فور بري اكزيستنج انفيرمنت اوف كيدني فانكشن وهنا في زي بوينتس معينه تحسب بيها الريسك. هتلاقوا على النت في حاجات كتيره جدا منها هل العيان دايابيتك ولا لا؟ هل العيان عنده بريفيس كيدني ديزيز ولا لا؟ الايج اوف ذا بيشنت ومن ضمن الريسك اسسمنت بيعملوا سكور في الاخر ويحطوا فيها مثلا الايج اكتر من 75 سنه يدوا له اربع نقط انيميا يدوا له ثلاث نقط دايابيتك يدوا له ثلاث نقط نوع الكونتراست اللي بيستخدمها كرياتينينه في البيز اكتر من 1.5 يدوا له اربع نقط هايبوتنسيف يدوا له خمس نقط وقالوا والله الكيوميوليتيف سكور ده لو اكتر من 16 يبقى العيان ده ايه؟ وحش جدا، واقل من 5 يبقى العيان ده ايه؟ كويس جدا. طبعا عشان تجيب عيان اقل من 5 بتاعي صعب مش كده؟ لكن اكتر من 16 هو ده اللي انت بدات تخاف منه. فده an example of the contrast use AKI score. Consider alternative imaging methods in patients. ودلوقتي بقى في حاجات بديله يعني ممكن بلاش تعمل له contrast ممكن لو تستخدم الغازات في التصوير ممكن تستخدم الام ار اي لان القصه بتاعت الجادولينيوم توكسيسيتي ابتدت تفيد اواي برضه من ضمن الحاجات اللي ابتدت تفيد اواي في الفراج ما بقاش عليها كلام كتير زي الاول. نان فارماكولوجيكال بريفنشن يوز اوف لوست بوسيبل دوز اوف كونتراست طبعا
ريكومند يوزنج ايذر ايزو اوزمولر او لو اوزمولر وعليها ايفيدنس كتير. وي ريكومند انتراميناس فوليوم اكسبانشن ايذر ايزوتونيك سوديوم بيكارب. وي سجست يوزنج اورال and acetylcysteine together with intravenous isotonic crystalloid in patients that increase the risk of CRP. ده يمكن التراكتس اللي احنا بنستخدمه كلنا. الايفيدنس الحقيقيه بتاعه is 2D. يعني هتفاجئوا انه مش عارف 2D ده يبقى ايه؟ اخر حاجه يعني. لكن there is some evidence about it. وبرضه من ضمن البيبرز اللي اتقالت في الامريكان سوسايتي اوف انفرولوجي اللي خلصت امبارح كانوا عاملين ستادي تقريبا شبه 180 عيان تو جروبس في كل ارم يعني. جروب منهم ادوهم انا استالسيستاين وجروب ادوهم اوميجا 3 ادوهم ايه حبوب الاوميجا اللي احنا بنديها للهايبر ليبيديم. وقالوا ان النتائج بتاعت الاوميجا والنتائج اللي هي استالسيستاين شبه بعض. فانت ده نيو كفر لو انت مش بتدي العيان انا استالسيستاين بسبب ان هو مثلا ايه العيال اوفرلودد شويه او كارديا انت مش عايز تملاه فلوس او كده. الناس بتستخدم كارديولوجيست ما بيحبوش قوي لو معاك اثنين من هارت فيلير او اوفر لود. فيو ماي يوز اوميجا في ايفيدنس جديد في الاي اس ان على ان الاوميجا ممكن تبقى مفيده. دونت يوز اورال فلود الون ان بيشنت انكريز ريسك. دونت يوز ثيوفيلين. دونت يوز فينولوبان. اخر حاجه الدايلاتيك تريتمنت. احنا اتكلمنا هنا على النون دايلاتيك تريتمنت واحنا بنعمل ايه في الجايد لاينز. دايلاتيك تريتمنت طبعا الاسئله هنا وين تو انيشيت وين تو ستوب ايه البست موداليتي اند وات از ذا دوز. يمكن اتقالت حاجات في اليوم النهارده على هذا الموضوع. احنا بنقول ثيوريتيكالي البنفيتس اوف ايرليير انيشيشن اوف دايلاسيس هو مور رابيد ميتابوليك ريميك كنترول. ده ثيوريتيكال بنفيت يعني مور افكتيف بريفنشن اند مانجمنت اوف فلويد اوفر لود. وبالتالي احنا متصورين اننا لما هتدخل ايرلي هيبقى احسن. لكن اتعملوا الحقيقه في خلال السنه اللي فاتت تو بيج ستاديز دي كانت الراشونال الايرلي انترفيرنس هاز ماتش بيتر اوت كم عن طريق ان انا في السبسس بالذات ممكن اشيل الفاكتور بتاعت السبسس. لكن اتعمل الحقيقه عده ستاديز حاجه اسمها الايلين ترايل. الايلين ترايل دي اتعملت في early versus delayed initiation of renal replacement German single center يعني عملوها في المانيا في مركز واحد بس. وقالوا ان احنا هنتدخل within 8 hours of the diagnosis of the acute kidney injury او نستنى نتاخر شويه اكتر من كده ونشوف. ولقوا conclusion ان among critical ill patients with acute kidney injury early compared with delayed initiation reduced mortality over the first 90 days. يعني كان البارامتر بتاعهم كم من العيانين دول هيموتوا بعد 3 شهور. فلقوا الناس اللي تدخلوا فيهم بدري احسن من الناس اللي ايه؟ اللي تاخروا عليهم. طبعا الالمان والفرنساويين طول عمرهم بيتخانقوا مع بعض لان المانيا احتلت فرنسا في الحرب العالميه الثانيه. فطلعوا الفرنساويين ده الكيرف بتاع الالمان اللي قال لك الايرلي هيبقى احسن في المورتاليتي من ايه؟ من الديليت. طلعوا الفرنسيين قالوا لك انتوا تعالى بكاشين انتوا عملتوا ستادي لسنجل جيرمان ايه هوسبيتال. احنا بقى هنعمل مالتي سنتريك ستادي في مراكز كتيره. فقالوا احنا هنعمل 620 عيان ان مالتيبل سنترز ويسموها اكيكي ترايل اختصار ارتفيشال كيدني انيشيشن كيدني انجري. وقالوا الحقيقه احنا مش هنغسل العيانين بدري. احنا هنغسل العيان امتى؟ when a clinical indication occurred يعني بعده هايبركاليميا او بارمونال ايديما او بيرسيستنت اوليجوريا اكتر من 72 hours. يعني كمان اكون جامد شويه ميت يعني لان احنا نقول 48 ساعه بتتعب يعني لو مثلا 72 ساعه كمان. ولو ايه؟ there was no difference in the mortality with only half of the patient needing dialysis in the delayed group who also had significantly less bloodstream infection. يعني لو صبرتوا اكورد للفرنساويين نشروا الكلام ده في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن you will have a better prognosis when you depend on the clinical and a progressive العينين عن الالمان. ودي نتائج الاستادي لو عايزين تبصوا لها تجاوبها بالتفصيل. فبالكمباريزون بنقول ان الاي واز سنجل سنتر ستادي وايل كيكي واز مالتي سنتر
majority of the patients were surgical في الجنين وعلى الحقيقة كانوا العيانين 80% منهم medical patients يعني هم everyday patients اللي احنا بنشوفهم في البراكتس بتاعنا. حد مثلا عنده بكتيريتايتس ودخل في رينال فيلير او عنده سابس شوك ودخل في رينال فيلير نموني اند سو اون. بتوع الامان كانوا معظمهم عيانين طالعين من عمليات. الجنين قالت 100% of the patient هنعمل لهم سي بي اتش. الجنين only 4% in the group avoided treatment dialysis. وبالتالي هم في الاخر وصلوا للكونكلوجن ان انا مش هنعمل دياليسيس غير وان ذا اوبتيمال. ده يبقى اول سؤال بدري ولا واخري؟ احنا هنقول الفرنساويين اجدع هنا ونقول ايه؟ واخري شويه بلاش بدري قوي ده الدور. ذا اوبتيمال تايمينج اوف دياليسيس فور اي كي اي از نوت ديفايند. ما نتفق ان هو لسه عليه ديبيت لكن كلنا هنتفق اف ذا از لايف ثريتنينج تشينجز ان ذا فلويد الكترولايت اند اسيد بيس بالانس we will go for dialysis but this is not great. The fluid overload, refractory to medical measure, hyperkalemia refractory, severe metabolic acidosis, signs of uremia, certain rotamal acute, لو في drug intoxication or alcoholic intoxication, you will go rapid injections. ودي كانت الكيديكو strategies. Intensity of continuous care replacement, يعني تستمر بمعدل قد ايه. The broader clinical context to trend of laboratory tests. Other factors that might influence the decision of when to start are the underlying disease, the degree of dysfunction in other organs affecting the tolerance, the prevalent or expected solute burden, the tumor lysis syndrome, or the need for fluid input related to nutrition or drug therapy. وده proposed algorithm امتى تبتدي شكله معقد جدا فمش احنا هنقول اننا whenever we have a clinical indication according to the French study we go for that. السؤال الاصعب when to stop؟ يا ترى احنا خلاص ابتدينا نعمل دارس امتى كل العيان and you go home and you are not no more candidate. نبص ان هي not graded يعني مش واخده حاجه في الجايد لكن ببساطه when because the intrinsic kidney function has recovered to the point that it is adequate to meet the patient needs. كلام انشائي عام يعني مش كده مش كلام علمي يعني لما كل البارامترز بتاعتنا تتحسن ما بقاش اني مور هايبر كاليميك ما بقاش كرياتين في رايز رابيدلي ما بقاش اسيدوتك ابتدى اليورين او البوت يبقى احسن وساعتها نقول لهم ثانك يو ويل نوت جو باك. السؤال الثاني يا ترى انهي how to stop. The process of stopping may consist of simple discontinuation خلاص or may include a change in the modality, frequency or duration. يعني يا اما نبطل مره واحده كده يا اما زي ما بنعمل في الستيرويد تيبرنج بدل ما ناخد كل يوم غسيل نخليه مثلا يوم بعد يوم وبعدين مرتين في الاسبوع وبعدين مره في الاسبوع وبعد كده هما ينفع according to guidelines. No specific guidance can be provided for how to manage the transition from renal replacement for from continuous to intermittent. يعني كل الحلول اللي قلتها تنفع. ما فيش recommendation معينة of when to stop. طب which is better؟ يا ترى نغسله بالمكنة العادية بتاعة الغسيل اللي موجودة في 160,000 عامل بنزين في مصر ولا نجيب المكنة اللي اسمها مثلا كريت ولا اسمها بريزما ولا اسمها وات ايفر بتوع سي بي اتش. 100,000 بقى ستادي بتكمبير الجماعه الانتنسيفست عشان هم شاطرين في استخدام المكن ده ومش شاطرين في الدياليسيس ويقول لك المكن بتاع سي ار تي احسن والجماعه النفرولوجست الستادز اللي طالعه النفرولوجست تقول لا ده المكن العادي احسن. وتلاقي بقى في الليترشر 15 اندومايز كنترول ترايل تقول لك مين احسن من الثاني. الكونكلوجن هتلاقي بعض الستادز تقول ان هم احسن دي احسن ودي احسن لكن لما تيجي تبص للاغلبيه تلاقي المورتاليتي بتاع الاثنين اولموست ذا سيم يعني شبه بعض تقريبا انت في النص مفيش حاجه سوبيريور عن الثاني اكسبت انك انت بتحط سام اذر كونسيدريشن. هل العيان مثلا عنده برين ايديما او عنده نيورولوجيكال بروبلم ساعتها السي ار تي ممكن يبقى احسن. هل العيان عنده تندنسي تو بليد وبالتالي ما تقدرش تديله انتي كوبيليشن كتير يبقى ساعتها السي ار تي اوحش. لكن رفضي الاثنين ينفعوا ويوز اوف كونتينيوس
الانترميتنت ار اس كومبلمنتري ثيرابي شبه بعض، مش هتفرق كتير الا في الناس زي ما قلت لكم اللي هم انستيبل هيمودايناميك او انكريس انترا كرينيال دي كونتروفيرسي كتير، وعشان الوقت كل الاستاديز بتقول ان هم الاثنين شبه بعض ما فرقوش كتير. ثانك يو فيري ماتش. وفي احلى صور بتاعت الكونتينيوس ميديكال اديوكيشن هناك سيدنا عبده بقاله دلوقتي من ابريل حتى هذه اللحظه، ولا ان شاء الله لن يتوقف، ويمكن اعلن دلوقتي كمان حاجه كويسه لسه قلناها في مجلس الاداره اللي فات، ان احنا ان شاء الله بنعد دلوقتي حاجه اسمها هيمو دياليسيس مانيوال، هنعمله كموبايل ابلكيشن، واللي عايز يعمل تطبعه يبقى حر. هيشارك فيه طبعا الدكتور هشام السيد، الدكتور احمد الكوريعي، الدكتور سمير صالح، وكل الناس اللي في الدياليسيس هم يدوكوا هديه ان شاء الله في مؤتمر الجمعيه في فبراير 2019، ان يبقى عندنا ذا فيرست ايجيبشن هيمو دياليسيس مانيوال. ما نبقاش قاعدين نبص على جون بريداس مانيوال اوف دياليسيس، والسنه اللي وراها هنعمل ايه؟ الترانسبلانتيشن مانيوال بدل الخواجه اللي هو بيطلع المانيوال اوف ترانسبلانتيشن بدل الدرويش، بحيث اننا على مدى 3 سنين ان شاء الله كل سنه هنطلع مانيوال بتاعنا اللي هو بيستقي من الحاجات دي، لكن في النهايه بيكتب ايجيبشن. كل الشكر والتحيه للدكتور هاني اول ما مسك الجمعيه، وهو عمل كوش جامد جدا بتاع الدكتور مستمر، لانه المؤمنين بالتعليم هو اللي بيغير. اي سؤال دكتور هاني؟ في اي سؤال؟ علشان الوقت هنموت طبعا شكلها دكتور هاني هنفقها في الشغل هنموت طبعا. في سؤال ولا ايه؟ اتفضل. Next day هيبقى عندك لو انت اخدت السامبلز في الفيرست اورز افتر ذا سيشن هيبقى عندك فاليسز كتيره، وطبعا يميد ان يحصل رايز تاني كل البارامترز الهايبرتريميا والاسيدوزيس وكده، يميد سم تايم فولو اب افتر 24 اورز هو اللي هيديك جايد لاين، وهو ده اللي بيقول لك بعد كده تمشي على العيانين دول اكوردنج تو ذا ديلي داياليسيس بروتوكول سجستد باي بريتش بيبول. بيقول لك العجين السبتك احسن او الهايبر ميتابوليك تعمل لهم ديلي داياليسيس بناء على ان هم كل سنه كل يوم يشوفوا التحاليل، او تمشي افري اذر داي تو فايند ايفريثينج بروجرس. طبعا احنا اخر محاضره واخر محاضره علشان نتصور معاها هي المكتب للدكتور احمد كوريا استاذ امان الكلى جامعه اسكندريه. هو طبعا دكتور احمد معروف بحماسه وقد ايه هو متميز في التعليم، فاكيد هنسعد بهذه المحاضره اللي هي كلها عباره عن كيسز ومسجز وانتراكشن ولمده 25 دقيقه بكتير ونص ساعه وخلص ان شاء الله.